اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري. القناه بتتكلم عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها، والنهارده ان شاء الله هنبدا كلامنا عن اخر ملوك الاسره الرابعه وهو الملك شيبسيس كاف. ودلوقتي هنبدا في مقدمه عن الملك شيبسيس كاف، والملك ده هو الملك السادس والاخير من الاسره الرابعه في عهد الدوله القديمه، وبيعتبر الملك ده اكثر ملوك مصر غموضا، ودفن في هرم بناه، والهرم ده هرم غير مستقيم. والملك ده ليه تمثالين في متحف اللوفر في باريس، وحكم مصر بدايه من سنه 2510 قبل الميلاد، اي حوالي 6 او 8 سنوات تقريبا، ودفن في هرمه على هيئه تابوت مستطيل يدعى باسم مصطبه فرعون، وهرمه يقع 15 كيلو متر جنوب مدينه ممفيس، وهرمه بعمق 52 متر بيؤدي لممرين، احدهما كاذب لتضليل اللصوص، والاخر بعمق حوالي 278 متر، والممر ده بيؤدي لغرفه الدفن الحقيقيه بالاضافه لمعبد الوادي ومعبد الجنائزي والطريق الوصل ما بينهم. وقام الملك ده باستكمال مجمع المعابد الخاص بهرم الملك منقورع، وقام ببناء مقبره المصطبه الخاصه بيه واللي اتدفن فيه. ودلوقتي يا جماعه هنتكلم عن عائله الملك شيبسيس كاف، ونقول ان اقترح عالم المصريات العالم جورج اندرو رايزنر ان شيبسيس كاف هو ابن الملك منقورع، بناء على مرسوم بيذكر ان الملك شيبسيس كاف قام بانهاء المعبد الجنائزي الخاص بالملك منقورع. مع هذا لا يعتبر ذلك دليلا قويا على البنوه، لان المرسوم لم يصف العلاقه بين هذين الملكين بشكل كامل. علاوه على ذلك، فان اتمام مقبره الملك المتوفي من قبل خليفته لا تعتمد بالضروره علاقه الاب والابن المباشره بينهم. ولما نيجي نتكلم عن اسره الملك شيبسيس كاف الخاصه، نقول ان والده وزوجات واطفال الملك شيبسيس كاف غير معروفين على وجه التحديد. ودلوقتي هنتكلم عن توليه الملك شيبسيس كاف حكم مصر، ونقول ان الملك شيبسيس كاف بيعتبر اخر حكام مصر والفراعنه من عهد الاسره الرابعه، ان لم يخلفه حاكم قبله مجهول لم يذكر بشكل مباشر في المراسيم والبرديات، ولكن ذكر بشكل غير مباشر في الادب المصري القديم عن طريق بعض الكتاب، ولم يتم تسجيل اي حاكم في الوثائق المعاصره او الاثار الملكيه او المقابر الخاصه في مقابر المملكه المصريه القديمه في منطقه الجيزه او منطقه سقاره واللي بتعود لهذه الفتره، واللي بيشهد عهد الملك شيبسيس كاف النقوش الجنائزيه اللي لقوها في مقبره الملك شيبسيس كاف، واللي ادلى بيها المسؤولين اللي خدموا هذا الملك في عهده. وبتوجد النقوش الجنائزيه في منطقتي الجيزه وسقاره، وبتذكر هذه النقوش الملك شيبسيس كاف دون ذكر اي تفاصيل اخرى، وبتذكر تلميحات عن قصر مده حكمه. ونقول ان هرم الملك شيبسيس كاف عباره عن هرم مدرج مكون من عده مصاطب بتاخذ كلها شكل التابوت. ومقبره الملك شيبسيس كاف عباره عن هرم مدرج غير مكتمل البناء او متهدم جزء كبير منه، ولما يتبقى من الهرم غير مصطبه واحده فوقها تابوت. ولو شفنا المقبره عن قرب هنرى التدرج الموجود رغم المصطبه الوحيده المتبقيه، ويعرف الهرم ده باسم مصطبه فرعون، واللي يؤكد ان مقبره الملك شيبسيس كاف هي هرم وليست مجرد مصطبه، هي وجود معبدين، معبد الوادي ومعبد الجنائزي والطريق الرابط ما بينهم، ودي تعتبر عناصر المجموعه الهرميه. بنى الملك شيبسيس كاف هرمه في منطقه جنوب سقاره وسماه باسم قحبه شيبسيس كاف، ولكن شكل الهرم كان موضع جدل كبير. وبالرغم من اختلاف الهرم عن الشكل الهرمي المعتاد، الا ان وجود المعبد الوادي ومعبد الجنائزي والطريق الواصل ما بينهم بيؤكد ان ده هرم حتى وان كان شكله غير مكتمل. تم معرفة ان هذا الهرم يخص الملك شيبسيس كاف بسبب وجود اسمه موجود على احدى القواعد الموجودة في هذا الهرم، ووجود اسمه ايضا في المقبرة المجاورة لهذا الهرم،
فكان من المعتاد ان كل موظف ينوي ان يبني مقبره يجب ان ينقش اسم الملك الذي خدم في عهده. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، وان شاء الله الحلقه الجايه هنبدا في كلامنا عن الاسره الخمسه، وهتلاقوا لينك فيسبوك والتيك توك بتاعي تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.